جودو أشبال إلى الوطن بعد المشاركة في البطولة العالمية للجودو بالأرجنتين. تقرير فاطمة زهرة مشتي. استقبل وفد من وزارة الشبيبة والرياضة الفريق الوطني الجزائري للأشبال لرياضة الجودو أقل من 21 سنة، الذي حقق نتائج مشرفة في البطولة العالمية 92، المرتبة الثالثة لسليمة سوكري في الوزن أقل من 52 كيلوغرام، لعزيزي رضوان المرتبة الخامسة في الوزن أقل من 78 كيلوغرام، ويعقوب بنورسدين في الوزن أقل من 60 كيلوغرام كذلك المرتبة الخامسة عالميا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا راني فرحانه بزاف ويعني تحصلت على المرتبه الثالثه هذه. كنت يعني ضيعتها في الالعاب الاولمبيه ويعني ما كنت حابه نزيد نضيعها هذه المره، يعني مازال عندي بوكو دوبجيكتيف وان شاء الله نحصل على نتائج خير ان شاء الله. كي مستوى بصفه عامه كيفاش كان؟ المستوى كان عالي بزاف، كان ما نقدروا نقولوا 50% من اللي يعني اللي شاركوا في الالعاب الاولمبيه، كان مستوى عالي بزاف. لا حاجة لله.